فضل عنك. إذا خرج المسافر من بلده بعد دخول وقت صلاة تجمع مع ما بعدها، هل له تأخيرها بعد خروج وقتها ليجمعها في وقت التي بعدها؟ نعم، إذا خرج المسافر بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلا، والظهر تجمع إلى العصر، فله إذا خرج أن يجمع ويقصر حتى وإن كان دخول الوقت في حال الحضر، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة. هذا هو الضابط. وبناء على ذلك، لو وجب صلاة الظهر وأنت في السفر ثم قدمت بلدك تصلي أربعة، مع أنها وجبت عليك ركعتين، لكن تصلي أربعة العبرة بالفعل. ولو دخل وقت الصلاة وأنت في بلدك ثم سافرت وصليت في البر صليت ركعتين، لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم.